اكيد طبعا. انتوا عارفين الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده؟ شارع ايه يا جماعة؟ ها؟ احنا شارع محمد شاهين العجوزة، ده منزل اكتوبر. في عندنا لقطة صغيرة، لمحة كده، عايزين نلمحها مع بعض. في مشكلة ضخمة جدا 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 بتقابلنا كل يوم وكل ساعة وكل وقت. انا دلوقتي طالع كده في اتجاه شارع الدقي، هعدي على مدرسة الأورمان. في مشكلة صغيرة، ان مدرسة الأورمان ما بقتش مدرسة أورمان خالص. هي مدرسة زي ما هي. اطمنوا، دول كلاب الشوارع اصدقائنا. طبعا الدنيا مظلمة ومش شايفين، بس هو يعني الشارع ده هنلاحظ في حاجة غريبة، بس الجو ليل. بس ده اكيد 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 كل اللي مش في الشارع ده وكل اللي عارفه وكل اللي عدى منه اكيد هو عارفه. ابتداء من السور بتاع المدرسة هتلاقوا حاجة غريبة جدا جدا جدا. هتلاقوا ايه بقى؟ هتلاقوا فيه مجمع مباول العاصمة، ومش هو بس، هو في كذا مكان تاني. احنا تقريبا ابتدينا، انا همشي جنب الحيط، هتشوفوا العجب. ايه هو العجب بقى؟ اهو احنا ماشيين، طبعا انتوا شايفين بقى كده، دي اسمها ايه؟ المشاخخ. الريحة لا تقاوم، الريحة لا تقاوم، يا اعوذ بالله، الريحة لا تحتمل، لا تحتمل اطلاقا. عبارة عن ارضية مليئة بالبول. فيعني الوضع ده متكرر في وسط البلد كلها بالمنظر الجميل ده، كلها مباول اسطنبول، يعني الناس كلها بتطرطر في الشارع. ومش هنقول، بص الحيطان ربعها منشع، اهي ربعها منشع. تلاقوا تحت الجزء ده غامق في الركنين، ليه؟ عشان خاطر الكميات الرهيبه من الليبلوب. طبعا سيبك من ان هي مثلا ممكن تبقى موقف ولا كده، لا، هي النقطه في ايه؟ النقطه في ان المياه رهيبه لحد كبير، اللي هو لدرجه انا هوريها لكم. بصوا تحت رجليا الارض عامله ازاي، جايه من عند السور الميه. يوي كميات رهيبه ممكن تيجوا بالنهار وتشوفوا الكلام ده. طبعا على مدى الشارع الوضع ده، وطبعا كل ما هنقرب بقى تحت الكوبري، كوبري اكتوبر، هتسوق العمليه اكتر واكتر. يعني في شكل افظع وافظع. يا دين النبي، انا طالع على الشارع وفي وضعيه سخيفه اسمها ان كله بيقف يطرطر. يعني كاف يهيه، كله يقف. ايوه صدق، كاف يهيه. احنا بقى عايزين هنعمل ايه يا ريس عشان نشتري دماغنا من الموال ده؟ هن 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 هنحاول ان احنا نوفر للناس دي مكان طبيعي للطرطرة. يعني عايزين مكان طبيعي للطرطرة. يعني عارفين، فاكرين كشك المناتل؟ احنا محتاجين كشك بالشكل ده، يا دوبك يكون في ماسوره مفتوحه على الصرف. احنا ماشيين السور بطوله. هو طبعا الجو ضلمه اكيد، الفيديو زي الزفت، بس ما علينا. يعني ممكن نفتحه، نحاول نفتحه على قد ما نقدر، وممكن ان احنا نغير منه. المهم يعني لغايه اخر الكوز السور، الوضع سخيف جدا جدا جدا. دي كده احنا بنتكلم عن ايه؟ عن سور الأورمان الابتدائي، اللي هو اللي عند اخر اكتوبر من عند دقي، نزلت الدقي كده اهو. انت رايح يمين الصيد وتكمل على طول الميدان. المشكله مش هنا بالظبط، المشكله في كل مكان احنا بنتحرك وبنروح له وبنمشي فيه بنلاقي المنظر السخيف ده. طبعا شايفين اخر الكوبري عباره عن ايه؟ ريحه بتجري العربيات مش البني ادمين. طبعا ده يا جماعه كده يعني والله خطر علينا، كده غلط. طب المفروض نعمل ايه؟ المفروض ان احنا لازم نحل الموضوع ده. يعني نرجو الساده المتكفلين بالموضوع ده يعملوا الصح معانا.
يحطوا لنا كشك مناتل، كشك مناتل، وفي ماسوره جوه كده في مبوله على الواقف وتبقى مفتوحه على الصرف، حتى فوق كل بلاعه صرف على جنب الحيط جنب الرصيف كده يعملوا لنا واحد مناتل ويحطوا عليه تي دبليو، يعني تارتر ووتر، تي تي دبليو، تي تي ووتر. يبقى احنا كده كل اللي عايز يعمل تارتر ووتر يقف يخش كابينه المناتل. ما هو زمان اللي كان بيحب يعمل تليفون كانوا بيدخلوه على كابينه المناتل عدل، يعمل تليفون وبريزه فكه، فاكرين بريزه فكه وبتاع. احنا برضو هنعمل مناتل وبرضو هيبقى فيه جوه برضو بريزه فكه فاهمني، فاهمني يا جماعه؟ صدقوني الموضوع ده هيبقى خطير جدا لو عملنا كشك مناتل، كشك مناتل، يعني مش مناتل، مش هنعمل مكالمات، الكشك، الكشك حجمه متر في متر بالظبط، كل اللي هنهلكه يا جماعه متر في متر. المتر في متر دول احنا هنعمل فيهم ايه؟ كل اللي هنعمله فيهم ان احنا هنروح طبعا هنعمل فيهم، نقف فيهم يا دوبك، هنفتح الباب ونقفله. ايه يا حبيبي انا جاي، انا جاي يا ريس. هنعمل متر في متر، هنقدر ان احنا ندخل عن طريقهم الكابينه ونقفل، نعمل تتش ونرجع تاني نخرج ونقفل. مساء شريف انا جاي. وطبعا كده احنا فهمنا الموضوع بسيط، هنا نضيف الحيطان شويه عشان مفيش بيبيهات بتتعمل، لكن بقى هناك العمليه بقت سيئه جدا، وطبعا جنبها مناطق حيويه ونظيفه مش هينفع يعني. فيا ريت يا ريت يا جماعه الكابينه دي والنبي في اسرع وقت، يعني يعني مش مكلفه وخرم في الارض، يعني ريحوا الناس من البهدله دي ومن تعابين من دلاديل الميه اللي في كل حته ريحتها معفنه، ارحمونا. يعني احنا عايزين منظر حراري، احنا انصرفنا على كل حاجه في الدنيا، بس الا ان احنا نحضر نفسنا شويه. يا ريت نكون متحضرين ونعمل الموضوع ده يا جماعه، والله هنبقى يعني كويسين جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم في مره تانية.